كابتن خطيب بالتأكيد كلمة عن دكتور حسن مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور حسن بس عشان برضو حضراتكم كلكم تعرفينه وسيرته الحقيقة في العالم كله مش بس في مصر، لكن أنا عايز أذكر حاجة أنا كنت زعلان منه لما خد قرار، لما مسك الاتحاد المصري لكرة اليد كان واخد قرار إن اللعيب اللي عنده 30 سنة ومش في منتخب مصر يبطل. القرار ده طبعا قرار عاطفي للناس العاطفيين، يعني كان قرار الناس كلها زعلانة، ازاي انت بتحكم على الناس انها تبطل يعني 30 سنة وقادر على العطاء. قال لهم قادر على العطاء يبقى جوه منتخب مصر، لو مش قادر على العطاء يبقى يبطل عشان يدي فرصة للنشأ الصغار انه يطلع. قرار جريء جدا في زمن العاطفة فيه كانت زيادة في شعبنا، وهي طول عمرها زيادة في شعبنا العاطفة دي، فأي قرار صعب شوية الناس تزعل منه يعني. وكمان الناس بقى اللي بطلت اللي فوق الـ30 ومش في منتخب مصر وبطل، عمل لهم زي دورات، يبقى مدرب يبقى إداري يبقى حاجات تانية، يعني يبقى نستفيد بخبراتهم اللي فاتت عشان نقدمهم برضو للمجتمع كجيل جديد. ده بالنسبة لمصر الموقف دوت عشان أنا بس بذكره. فهو كان أنا شوف أنا كنت زعلان، لكن عرفته بعد سنين طويلة لما شفت التطور الكبير جدا اللي حصل في الرياضة المصرية خاصة كرة اليد أو في كرة اليد المصرية. عرفنا كان هدف القرار ده إيه من قبل 20 سنة علشان تكون كرة اليد المصرية في مصاف أكبر دول العالم في كرة اليد ودايما في المربع الذهبي، حاجة من الحاجات الحقيقة المشرفة جدا. ده بالنسبة لمصر وما حدث فيها لما كان بقى أو لما زال موجود دلوقتي في الاتحاد الدولي لكرة اليد. يا جماعة لما يكون إنسان مصري ويكون في الاتحاد الدولي لـ20 سنة متتالية ومنها بالتزكية، يبقى إحنا كل العالم بيقدره. بس هنا نقدر نقول حسن مصطفى وكفى. شكراً.